مرحبا يا سعيد، تريحت في المطار؟ هي. ما شاء الله دوم نشاط في مطار دبي اللي صار الحين الأول في العالم بحركة المسافرين الدوليين، خاصة أن دبي بعيدة 8 ساعات طيران عن 2 سكان العالم وأربع ساعات بس عن 3. تدري يا سعيد إيش قد تطور دبي في السياحة؟ حاليا استوت رابع أكثر مدينة زيارة في العالم، وطبعا دوم طموحنا هو المركز الأول صح؟ هي. وضمن طموحات دبي تطوير السياحة العلاجية، يعني زيادة السياح العرب والأجانب لدبي لتلقي العلاج والرعاية الصحية. هذه فكرة تجربة دبي الصحية، وهي مبادرة من هيئة الصحة بدبي لبرنامج متكامل للسياحة العلاجية. زوار دبي ضمن السياحة العلاجية عندهم أكثر من 500 فندق متوفر لهم ولأهلهم ومرافقينهم، وبعد أكبر عدد من المستشفيات المعتمدة دولياً، منها 30 مستشفى راقي، بالإضافة إلى 3000 عيادة ومركز صحي، وكلها تأمن أحدث وأهم الخدمات الطبية. في دبي اليوم حوالي 34,000 من العاملين في المجال الصحي من 110 جنسيات، وكلهم يرمسون لغة واحدة، لغة الاهتمام والرعاية. كلهم يقولونكم عساكم دوم صحة وسعادة.